صل على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هدية إلى أرواح موتاكم موتى أهل هذه المقبرة الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن العسكري، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم سادتي، سنفوز والله فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلاء تكفيني، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراك تنكيما تقيل بظل أوراق لها وغصوني، ومجمع حطبا على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تعدو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنت إلى القبر الشريف بمقلتي عبرا، وقلب مكمج محزور قالت، وأظفار المصاب بقلبها غوذاه كل على العدات معيني، أبتاه هذا السامري وعجله تبعا، ومال الناس عن هارون، أي الرزايا أتقي بتجلد، هو في النوايب مذحيت قرين، فقدي أبي أم غصب بعلي حقه، أويلا أم كسر الضلع أم سقط جنيني، أم أخذهم أرذي وفاضل نحلتي، أم جالهم حقي وقد عرفوني، قومك يا يابا ما رعوني، وخلاف عينك ما
مرمراني شقوا وصيتي وانكروني ورا الباب لمن هيسوني للحايط وليه عصروني وكسروا ضلعي وسقطوني ومن البكي ومن البكي يابا منعوني وبرا المدينة طلعوني من غاب شخصك يا من غاب شخصك يا ولين علقت رواية الشر علينا جان الصهاك وشياطين وياهم حطبهم شايلين نشتش عندك جايلين وكل يوم قلبي ملوعين لما لمحني وزرق عيني عصرني ومني استافدين وامر وامر على شيوخ المدينة تقود الفحل ليث العرين قادوه راسي مكشفين وببنود سيف مكتفين وراه طلعت والهو حزين لا وين اصيحين ما اخذيني من شافني المشرك بديني ردلي وسطر عيني بيميني عظم الله اجوركم شيعه موالون نعم اقبل القوم الى بيت علي عليه السلام ونادوه يا علي اخرج للبيعة فإن لم يخرج إليهم وضعوا الحطب على باب الدار ونادوه يا علي اخرج وإلا احرقنا عليك الدار فلما لم يخرج قال الرجل احرقوا عليه الدار فقيل له إن في الدار فاطمة والحسن والحسين فقال وإن فقامت إليهم فاطمة عليها السلام وهي معصبة بلا خمار ولا إزار أقبلت تكلمهم من وراء الباب ظن منهم أنهم يستحوا منها ويرجعون ما كانت تتصور أنهم يفعلون ما فعلوا ذكرتهم بالنصوص والأحاديث التي صدرت من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي بن أبي طالب ولكن القوم ألحوا ولم يرتدعوا من قولهم فأضرموا النار في الحطب فاحترق قسم من الباب حتى انفتح فهجموا داخل الدار فرأت فاطمة أن الرجال صاروا في صحن الدار وليس لها أن تعود إلى الحجاب أو تدخل حجرتها فجعلت ما تبقى من الباب ساترا بينها وبين الرجال أجركم الله موالون شيعة موالون فأحس بها الرجل فركل الباب بظهره ووضع رجله على عتبة الباب ثم عصره ثم عصرها بين الحائط والباب حتى أنبت المسمار في صدرها وكانت حامل فاضطرب الجنين في بطنها من تلك العصرة وتكسرت بعض أضلاعها صاحت فاطمة يفض إليك فخذيني وإلى صدرك فسنديني فلقد قتلوا والله ما في أحشائي من حامل أقبلت إليها فضة تركض فأخرجتها من وراء الباب وجاءت بها إلى الحجرة فلما دخلت فاطمة الحجرة حتى أسقطت جنينها
فأغمي علي هذا. وقد دخل القوم على علي بن أبي طالب وأخرجوه من المنزل قهرا. فلما أفاقت فاطمة بعد لحظات والتفتت إلى ابنتها زينب قالت: بني أين أبوك علي؟ قالت: أبتا، أخرجوا أبي من الدار. فقامت فاطمة وما بها من تلك الآلام خرجت خلف وليها أمير المؤمنين تقع تارة وتقوم أخرى وهي تنادي: يا قوم خلوا عن علي، والله لئن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص والدي رسول الله على رأسي. لما نظر الناس إلى فاطمة خارجة من البيت من تلك الحالة تفرقوا في الأزقة والطرقات حياء من فاطمة. فالتفت ذلك الرجل إلى صاحبه وجعل يركزها بنعل السيف في جنبها. ثم التفت ذلك الرجل إلى غلامه قنفذ قال: ويحك، رد فاطمة. رد فاطمة إلى البيت، فلقد أفسدت علينا الأمر. رجع هذا الغلام المشؤوم، يا جركم الله، جعل يجلد فاطمة بالصياط وهي تنادي: يا أبتا، يا رسول الله، أبويا أبويا، أمر على عبده وضربني، ومن ضربتين القاع ذبني، لا انكسر قلبه ولا رحمني، ومن الناس ولا واحد حشمني. قال: وصلت فاطمة إلى مسجد رسول الله، أخذت بعضادة باب المسجد وصاحت: يا قوم، والله لئن لم تخلوا عن علي لأكشفن رأسي ولأنشرن شعري ولا أدعو الله عليكم بالهلاك. قالوا: فرأينا جدران المسجد قد تزلزلت وثارت غبرة سوداء، وأيقن الناس بنزول العذاب. قال سلمان: رأيت أبواب السماء قد تفتحت ونزلت ملائكة العذاب ومعهم جبرائيل. فقال ملك منهم: يا جبرائيل، أما ترى هذه الأمة ما تصنع مع حبيبة حبيب الله؟ والله لئن أذن لي ربي لأهلكنهم. فقال جبرائيل: يا ملك العذاب، العلامة بيني وبينك لهلاك هذه الأمة أن تكشف فاطمة عن رأسها، فإذا فعلت ذلك أقلب عليها سافلها وأزلزل بأرجائها. ولذا التفت أمير المؤمنين إلى سلمان وقال سلمان: ادرك فاطمة قبل أن تكشف عن رأسها. أقبل إليها سلمان، قال لها: يا سيدة النساء، بعث أبوك رحمة للعالمين، فلا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة. قالت: يا عم يا سلمان، أما ترى ماذا فعلوا بنا؟ لا يا عم، ولا أرجع حتى يرجع إلينا علي. فخرج علي من المسجد وأرجعها معها إلى البيت. نعم، ما رجعت فاطمة سلام الله عليها حتى أرجعت معها أمير المؤمنين إلى المنزل سالمة. شيعة موالون، وجهوا قلوبكم إلى كربلاء. أقول هذه فاطمة،
خرجت في طلب وليها فعادت به إلى المنزل سالمة، ولكن ابنتها زينب خرجت يوم عاشوراء في طلب وليها، وإذا بوليها الحسين على رمضاء كربلاء وجراحاته تشخب دما، أخذ وخده على وسادة من التراب. صاحت: أخي كلمني بحق أخي كلمني بحق جدنا رسول الله. ما أجابها. صاحت: أخي كلمني بحق أبينا أمير المؤمنين. ما أجابها. فصاحت: أخي كلمني بحق أمنا فاطمة. فتح عين قال: أخي زينب، لقد كسرت قلبي وزدتي كربي. أخي ارجعي إلى المخيم واحفظي لي العيال والأطفال. هوت فوق تصيح بصوت: يا حسين عليكم مك يا خويا داير العين، وانا وصيح: يا زينب ايش تريدين؟ كسرت القلب مني وزدتي الهام، ردي لخيمتك ولمي اطفالي، وعقب عيناي عينك على عيالي. يا خويا الشمر هالموج بقبالي، تشوف علي قتلي شلون مهتم. يا حسين والله حيرتني، انا حرمه وجريره كلفتني، وما بين عدوانك عفتني. خويا يا حسين يومك شد بالي، وارخص الدمع اللي كان غالي. تقعد يا خويا وشوف حالي، شحالي الغريبة بغير والي. تو نذكرت عزي ودلالي من قوضات ذيك الليالي، حمى الضائعات بعدك أضعنا في يد النائبات، حسرة بوادي. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، عجل لوليك الفرج وانجز له ما وعدت، وانجز لنا واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه، المؤسسون لهذا المجلس والحاضرون والمسلمون. تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، اقضي حوائجهم، فرج همومهم، شافهم وشافي مرضاهم، وارحم موتاهم، واجعل قلوبهم وديارهم عامرة ببركة وذكر محمد وآل محمد، واحشرهم مع محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله 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 لقبول الأعمال واستجابة الدعوات. نهدي ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم الشاب إبراهيم بن علي بن إبراهيم العجمي، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.